توافر وثائق مصرية تفيد باحتلال مصر للجزيرتين عام 1950. عدم توافر أدلة تاريخية تؤكد سيادة مصر لجزيرتي تيران وصنافير قبل عام 1950. بدأت إثارة المملكة العربية السعودية لمسألة سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير على النحو التالي. في عام 1950 قامت الحكومة المصرية باحتلال الجزيرتين بالتوافق التام مع المملكة العربية السعودية، وأبلغت السفارتين البريطانية والأمريكية بذلك. وفي 12 من إبريل عام 1957 قامت المملكة العربية السعودية برفع مذكرة إلى الأمم المتحدة بشأن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير. وفي 2 يناير عام 1982 صرح الأمير فهد بن عبد العزيز بأن الملك فيصل وافق على طلب مصر للاستفادة من موقع جزيرتي تيران وصنافير في خليج العقبة إلى أن احتلتهما إسرائيل عام 1967، وأنها مسؤولة عن استعادة الجزيرتين وإعادتهما إلى المملكة. وفي 4 فبراير عام 1982 قام الرئيس جعفر النميري بناء على طلب مصر بإبلاغ الملك خالد بن عبد العزيز بأن إثارة مسألة جزيرتي تيران وصنافير في هذا التوقيت سوف يؤثر على إتمام الانسحاب الإسرائيلي من سيناء، وهو ما يمكن تجاوزه في إطار عربي عقب إتمام الانسحاب. وفي 4 سبتمبر عام 1988 وفي 6 أغسطس عام 1989 قامت المملكة العربية السعودية بتكرار المطالبة من وزارة الخارجية المصرية بإعادة الجزيرتين إلى السيادة السعودية برسالة من وزير الخارجية السعودية لنظيره المصري، مع الإشارة إلى مراعاة عدم إقدام المملكة على خلق ظروف قد تؤثر على النهج الذي رسمته مصر لسياستها الخارجية. وفي 11 يوليو عام 2004 وجه الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد السابق خطابا إلى الرئيس الأسبق متضمنا الإشارة إلى ما أثاره معه بشرم الشيخ في مارس عام 2003 حول السيادة السعودية على الجزيرتين والمطالبة بعقد اجتماع لوفدين من البلدين لبحث هذا الموضوع. وفي الطبعة الأولى عام 2004 أصدرت المملكة العربية السعودية خريطة لحدودها النهائية مع دول الجوار تتضمن الجزيرتين ضمن حدود المملكة. وفي 12 ديسمبر عام 2006 تلقت وزارة الخارجية المصرية مذكرة من نظيرتها السعودية تشير إلى تمسك المملكة بالجزيرتين وتجدد طلبها بالبدء في ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وقد تم تجاهل الرد على المملكة العربية السعودية. وفي 4 إبريل عام 2007 معاودة المملكة العربية السعودية طلبها بشأن مسألة الجزيرتين في مذكرة أخرى. وفي 28 أكتوبر عام 2007 أرسل السفير السعودي خطابا للخارجية المصرية يعرب فيه عن انتظار وزارته تلقي استجابة بشأن ما تقرر حول بدء عقد اجتماعات لوفدين من البلدين للبدء في ترسيم الحدود البحرية. هذه الحكاية احنا ما بنديش قبضنا لحد، وكمان احنا ما بناخدش حق احد، ما بناخدش حق احد.